يعني كابتن عبد الله، عايزاك تقول لي كده، هو اللي انا بدأت بيه 70% اكل حقيقي و30% بس الرياضة هي اللي بتفرق في شكل جسمي؟ هي الفكرة فعلا في التغذية، ولكن احنا نرجع للروتين اليوم بتاع كل الشعب المصري دلوقتي، انه ما بقاش قادر يحافظ على اكله او يظبط طبيعة الاكل. ده غير ان في فكرة غريبة جدا، فكرة الدايت بلان دي بتتعمل بس للي بيخس. لا، الدايت بلان بتتعمل اللي بيخس وبيزيد. هي فكرة خطة غذائية بنوصل بيها الكلاينت او بنوصل بيها العميل او بنوصل بيها احنا للشيب اللي احنا عايزينه. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لواحد هو مش عارف يغوص على فكرة دايت بلان، هو بيعمل تنظيف لأكله. تنظيف لأكله ازاي؟ ان هو يقلل الزيوت او يمنعها لو يقدر يعمل ده، بيقلل السكر او بيمنعه. تمام كده، بينظم عدد الوجبات اللي هو بياكلها. يعني فكرة ان انا عايز اخس فانا ما اكلش خالص، او ان انا اكل وجبة واحدة الصبح وجبة واحدة بالليل وانا بالتالي كده بخس. يقول لك انا اكلت الصبح بيضة وحتة جبنة قريش وبالليل خدت طبق سلطة فانا المفروض اخس. طب انت هتخس بناء على ايه؟ والبازل الميتابوليك ريت بتاعك اوريدي عمال بيقل. انا محتاج ان انا ادخل عدد الوجبات في الحرق بتاعي. طبعا. لان انا كل ما بقلل عدد الوجبات بتاعتي كل ما معدل الحرق بتاعي بيقل مش بيزيد. اوكي. وطبعا بترجع للاوبيز اوريدي هو الحرق بتاعه واطي. الناس التخينه اوريدي هو حرقها واطي. فازاي انا هخس وانا حرقي واطي؟ انا عشان معدل الحرق بتاعي يزيد انا محتاج ادخل عدد وجبات. يعني انا عشان اخس محتاج اكل. مش بس عشان ازيد، انا أوكي. محتاج اكل وانظم عدد الوجبات. عشان اخس لازم اكل. بالظبط. ولازم ادخل الاكل بروتين صح وصحي بحيث ان انا اعرف اوصل للحجم اللي انا عايزه.